آسر، بتعمل ايه هنا؟ وايه اللي في ايدك ده؟ هتعرف ولا اجيب حد من لندن؟ يا باشا مش مستاهلة. واضح ان سعادتك دخلت قبل ما ياسر بيه يركب الهارد في الوحدة. وبعدين يا فندم ما تقلقش، انا شيكت على الوحدة 3 مرات، الدنيا امان الامان. مش هنبقى في امان غير لما اعرف مين اللي اداله الهارد ده وليه. سهلة، الهارد ده عليه السوفت وير بتاع الهاكينج، وايا كان اللي اداه لياسر بيه هو قاعد مستني ان السوفت وير ينزل عشان يدخل علينا، ودي فرصتنا الوحيدة عشان نقدر نوصل له. هنوصل له ازاي؟ انا هنزل السوفت وير ده على اللابتوب عندي، وهننسى خالص الوحدة بتاعتنا، وطبعا اللي مديه لياسر بيه هيدخل على السوفت وير، وانا مش عايز اكتر من كده. بمجرد ما يدخل عندنا على السوفت وير هحدد مكانه فين بالظبط. عملت ايه يا صدام؟ تمام سعادتك، نقلت ياسر بيه الاوضه بتاعته وبرشمت شباكها وفتشت الاوضه كلها حته حته، ما لقيتش غير ده. طلع لي كل اللي على التليفون ده. تمام يا فندم. طب وبالنسبه لموضوع السوفت وير؟ لما توصل لحاجه جديده بلغني. يا ياسر اللي انت بتعمله ده غلط وخطر كمان، حتى لو في حد ضحك عليك وخلاك تعمل كده، ما انت لازم تقول لنا هو مين عشان نلحق نتصرف. يا ياسر يا حبيبي، الموضوع مش متحمل عند ولا غباوه، افهم بقى، اللي عمل كده عاوز يأذينا. طب انت ابننا وممكن نسامحك، لكن هو بقى لازم يتعاقب على اللي عمله. يا ياسر اتكلم، اتكلم يا حبيبي عشان خاطري وحياتي عندك يا حبيبي، اتكلم. البيت كلم؟ لا لسه، بس هيتكلم، هو هتلاقيه بس مخضوض من اللي حصل. اسمع يا ياسر، اوعى تفتكر ان سكتك ده هيحمي اللي زقك عليا. هو عارف يا اكرم، عارف طبعا انه غلطان. هو معقول ياسر يعمل حاجه تاذينا؟ بس انا شايفه ان مفيش لزوم لربطته دي، احنا نفكه، ده مهما كان ابننا. ابننا يرضيك اللي ابننا عمله؟ ايوه، هو اصله بس اصله خاين. اشتري نفسك يا ابني وقول لي مين اللي زقك علينا. اتكلم يا ياسر، اتكلم عشان خاطري وحياتي عندك، تتكلم.